أهلا وسهلا بكم من جديد. نبدأ جولتنا في عامدة الرأي والمقالات بالصفحة الأخيرة من صحيفة الجريدة، ونطالع زاوية من وراء الكلمات للكاتب طه مدثر، والتي جاءت بعنوان الشارع بس. يبتدي الأستاذ طه مدثر هذه الزاوية ويقول: الغالبية من الناس تعلم أن عدد المحاولات الانقلابية الفاشلة التي وقعت في فترة الحكومة الانتقالية فاق عدد المحاولات الانقلابية التي وقعت منذ استقلال السودان، والغالبية تعلم أنه لم يتم تقديم الانقلابيين للمحاكمة، ليس لأن على رؤوسهم ريشا، ولكن لأن غالبية الانقلابات كانت عبارة عن مسرحيات سيئة الإخراج. الشعب أصبح لديه مناعة طبيعية لمكافحة فيروس الانقلابات، سواء كانت عسكرية أم مدعومة من المدنيين، وأفضل لقاح يستخدمه الشعب هو الشارع بس. فهذا الشارع الثوري خلع وفي ساعات شجاعة، وما زالت متوافرة لديه، خلع عتاولة الطغيان وكبار مردة الشمولية وعظماء تكميم الأفواه. يصبر الكاتب ويقول: فالانقلابي شخص مغامر يريد أن يتخذ من الانقلاب وسيلة لحكم الشعب بالحديد والنار، والانقلابي يتجاهل أن العالم لم يعد يدعم الانقلابات، ليس لأن العالم أصبح أكثر وعياً بخطورة ما تجره الانقلابات من مصاعب وأزمات، لكن لأن الشعوب أصبحت تقرر مصيرها وتختار لنفسها ما ينفعها من أنواع الحكم. يختم مدثر هذه الزاوية بالقول: فمجلس السيادة الذي عينه البرهان مجلس اختاره حسب ما يريد، مجلس لا يوجد فيه أعضاء مشغبون أو رافعون لأصواتهم بالاعتراض والرفض لكثير من أنواع التجاوزات وصلاحيات، بل سيسعى البرهان لتشكيل حكومة تنفيذية برئاسة رئيس وزراء جديد تكون كطين الصلصال يشكلها كيفما يشاء. ونقول لأولئك المشاركين في مجلس السيادة: أنكم شاركتم في الانقلاب مشاركة فعلية،